قصف عنيف تتعرض له مدينة ترتر من قبل الجيش الأرميني. هذه المناطق السكنية التي قصفت خلال الليلة الماضية بشكل عنيف جدا، تعرضت جميع هذه المنازل للأضرار. طبعا اضطر أهالي المدينة للنزوح عن هذه المدينة منذ أول يوم في الاشتباكات. هنا الكثير من الأهالي علقوا في هذه البيوت واضطروا للاختباء داخل الملاجئ هنا تحت الأرض في هذه المنطقة السكنية. هنا يوجد بعض المصابين بسبب القصف العشوائي الذي يقوم به الجيش الأرميني منذ عدة أيام. تأتيهم بعض المساعدات الغذائية بشكل متواصل. طبعا القصف العنيف من قبل الجيش الأرميني يأتي كرد على تقدم جيش الأذربيجان خلال الليلة الماضية داخل إقليم كاراباخ. هنا بعض السكان المدنيين الذين علقوا في هذه المنطقة ولم يستطيعوا الخروج بسبب القصف. هنا أحدهم كان مصاب خلال الأيام القليلة الماضية. أوضاع إنسانية صعبة جدا، خاصة أنه من يدخل إلى هذه المنطقة يبقى محصورا طيلة الأيام القصف، حتى يتوقف القصف ليلا حتى يتمكن من الخروج من هذه المنطقة. أحمد غنام، العربي، من خطوط الاشتباك بين الجيشين الأذربيجاني والأرميني على حدود إقليم كاراباخ أذربيجان. من جهته نفى وزير الدفاع الأرميني دافيد تونويان استهداف منشآت مدنية في أذربيجان، وقال إن أذربيجان ستعاني من نتائج وخيمة جراء عملياتها العسكرية في إقليم ناغورني كاراباخ حسب تعبيره. ستدفع أذربيجان نتائج وخيمة لتصعيدها العسكري. نحن لا نستهدف منشآت مدنية في أذربيجان كما يفعلون هم، وادعاءاتهم محض كذب. الآن معنا من نيويورك عبر سكايب دكتور عبد الحميد صيام، المتحدث السابق باسم الأمم المتحدة والأستاذ المحاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة في ولاية نيو جيرسي. دكتور عبد الحميد، مرحبا بك، أهلا بك. الآن بعد أن تطورت الأمور بين البلدين ووصلت المسألة إلى قصف المناطق السكنية في المدن داخل في عمق البلدين، لماذا لم نرى تحركا كبيرا يرقى إلى مستوى الأحداث الآن من قبل الأمم المتحدة، خصوصا وأن هناك قرارات لمجلس الأمن صادرة عام 93 بهذا الخصوص؟ هذا صحيح، يعني مجلس الأمن يتلكأ في هذا الموضوع، ليس هناك اتفاق داخل مجلس الأمن. عقدت جلسة مغلقة يوم الثلاثاء الماضي فقط، وصدر عنها عناصر لبيان صحفي وليس بيانا صحفيا كاملا. وعناصر بيان صحفي معناه أقل من البيان الصحفي. الأمين العام أصدر بيانا أيضا لم يشر فيه إلى قرارات مجلس الأمن، وهذا شيء غريب، وقد أثرت ذلك مع المتحدث الرسمي. كيف يصدر بيان يطالب بوقف إطلاق النار والتهدئة والعودة إلى المفاوضات دون الإشارة إلى أربعة قرارات اعتمدت في عام 93 تطالب أرمينيا بالانسحاب من المناطق التي احتلتها؟ القرار خاصة القرار 884، والذي أيضا يدين احتلال مناطق جديدة. هناك مناطق احتلت من أذربيجان إضافة إلى ناغورنو كاراباخ، يعني سبع مناطق والمجموع الأراضي من قبل أرمينيا قصدك، ليس أذربيجان. أذربيجان، نعم، أرمينيا احتلت مناطق من أذربيجان، سبعة مناطق إضافة إلى ناغورنو كاراباخ، ليكون المجموع حوالي 20% من أراضي أذربيجان محتلة، وهذا ما أشارت إليه قرارات مجلس الأمن. إذا موقف الأمن، مجلس الأمن إلى الآن متخاذل. نتوقع أن يكون هناك اجتماعات في اليومين القادمين، لأن التطورات الآن متسارعة وهناك استهداف للمدنيين. في هذه النقطة دكتور عبد الحميد بالتحديد، استهداف المدنيين واستخدام الصواريخ على مدى أبعد لضرب العمق المدني في كلا البلدين، ألا يدخل هذا في إطار خانة جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب يمكن أن يعني يتحرك من أجلها مجلس الأمن الأمم المتحدة الآن؟ نعم، هذه جرائم حرب، ستكون بالتأكيد قوة ضاغطة، حتى قوة ضاغطة أخلاقية على مجلس الأمن ليتحرك أكثر، وعلى الأمين العام أن يسرع ويرسل مندوبا إلى المنطقة ليستطلع الأمور من ولا يكتفي ببيان يصدر من نيويورك. هناك مجموعة مينسك أيضا ما زالت لا تتحرك، صدر بيان عن الرؤساء الثلاثة رئيس الولايات المتحدة و
فرنسا وروسيا، ولكن أيضا لا يوجد تحرك، فقط دعوة لوقف إطلاق النار والتهدئة والعودة إلى المفاوضات. طب من كيف سيعودون إلى المفاوضات وهم الآن مشتبكون بالسلاح في الميدان؟ إذن هناك يجب أن يكون خطوة أخرى، وهي قرار من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار والإشارة إلى القرارات السابقة، وهي هناك أراضي محتلة يجب الانسحاب منها، ثم العودة إلى المفاوضات عن طريق وسيط دولي. الأطراف المتحاربة لا تجلس فورا تنتقل من الميدان إلى طاولة المفاوضات، هذا غير منطقي وغير معقول أيضا. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الحميد صيام، المتحدث السابق للأمم المتحدة والكاتب المتخصص في الشؤون الدولية. ننتقل الآن مباشرة إلى موقع التواصل الاجتماعي، ورويدة إليك يا رويدة. شكرا لك بدر. أهلا بكم مشاهدينا. في اليوم الثامن من المعارك الدامية تبادل كل من أرمينيا وأذربيجان القصف المدفعي الذي استهدف إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه وثانية كبرى مدن أذربيجان. دعوات المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار لم تلقى أذنا صاغية، فيما تبادل الطرفان الاتهامات حول المسؤولية عن النزاع التي أودت بحياة العشرات من الطرفين بينهم مدنيون. كل من الطرفين يؤكد تحقيق انتصارات ميدانية وتدمير مئات الدبابات وقتل ما يزيد عن 2000 مقاتل في صفوف الطرف الآخر. الرئيس الأذري إلهام علييف أعلن في تغريدة أن قوات بلاده تحقق مكاسب على الأرض، وأنها سيطرت على معاقل لجيش أرمينيا وسبع قرى من قبضة ما سماه بالاحتلال الأرميني. أما رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان فاعترف بوقوع خسائر بشرية وعسكرية كبيرة، ووصف في تغريدة المقاتلين الآذريين والأتراك بقطاع الطرق، وقال إنهم لا يسعون للاستيلاء على القرى والمدن بل لارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الأرمني. وعن توسيع أرمينيا دائرة القتال خارج ناغورني كاراباخ، يرى الباحث لوك كوفي أن أرمينيا هاجمت مدينة غانجا ثاني أكبر مدينة أذرية لأسباب استراتيجية، إذ تتمركز فيها خطوط أنابيب الغاز الرئيسة وخطوط النقل بين الشرق والغرب متجاوزة روسيا وإيران. يعتقد الكاتب مايكل دوران أن أرمينيا تلجأ للتصعيد رغم خسائرها في ناغورني كاراباخ لأنها تأمل في قلب الطاولة على أذربيجان، وقال إنها حرب استنزاف طويلة تعتمد على طائرات بدون طيار بدلا من المناورات الأرضية، وتأمل أرمينيا في استفزاز تدخل روسي. الأكاديمي لورانس برويرز يرى أن هناك ثلاثة احتمالات: خفض التصعيد والدبلوماسية كما حدث في أبريل 2016 وهو أمر غير مرجح، أو استمرار المعارك وهو خيار مهيمن الآن، أو عقد صفقات من قبل رعاة الطرفين روسيا وتركيا رغم كثرة النظريات المؤامرة التي تدور حول هذا الاحتمال. عن الأوضاع الإنسانية علق الصحفي أونيك كريكوريا وقال من المحبط أن منظمات الإغاثة الدولية وحتى الجهات الفاعلة في حل النزاعات لم تتحرك للمساعدة في التخفيف من معاناة القرى المأهولة في كاراباخ. مساعدة هؤلاء يقول هي لمحة السلام الوحيدة التي يمكن أن تحدث في هذا الصراع. مع هذه التغريدة نختم هذا الجزء من وسائل التواصل الاجتماعي، سنعود إليك مجددا أكيد سنعود بعد نهاية النشرة. شكرا جزيلا لك رويدة.